طيب حاجة تانية كمان عايز أتكلم عليها، بما إننا كمان داخلين على دوري أبطال إفريقيا، زي ما بقول لحضراتكم إحنا كل يومين ثلاثة بننتقل من حدث لحدث آخر. بنتكلم على السوبر ليج بعد ما كنا بنتكلم على الدوري، بعد ما كنا راجعين من السوبر الإفريقي، بعد ما تخلص مباراة السوبر ليج رايحين على دوري أبطال إفريقيا. وأول مباراة للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هتكون في استاد القاهرة مع ميدياما الغاني. النهاردة الاتحاد الإفريقي يا جماعة اعتمد قائمة الملاعب الرسمية اللي الفرق هتشارك على الملاعب دي خلال مباريات دور المجموعات. يعني لو نتكلم على مجموعة الأهلي، الأهلي عنده ما يقرب من حوالي 6 ملاعب يختار منهم ملعب أو ملعب احتياطي عشان يلعب عليه مبارياته. أولا استاد القاهرة متاح، استاد 30 يونيو في الدفاع الجوي، استاد برج العرب، استاد السويس، استاد هيئة قناة السويس، استاد السلام. النادي الأهلي بالتأكيد حتى الآن هو مختار استاد القاهرة واستاد برج العرب كملعب أساسي وملعب احتياطي لاستضافة مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات. الملاعب اللي أنا ذكرتها دي بتخص الأربع فرق مصرية اللي تأهلوا لدور المجموعات سواء دوري أبطال أو كأس الكونفدرالية، أهلي وبيراميدز دوري أبطال، زمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية. طب لو هنتكلم على مجموعة الأهلي، الأهلي معاه شباب بولوزداد. شباب بولوزداد لو عايز يلعب ممكن يلعب فين؟ ممكن يلعب في العاصمة الجزائر، ممكن يلعب في وهران، ممكن يلعب في قسطنطينة، ممكن يلعب في استاد نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر أيضا، وممكن يلعب في عنابة في ملعب 19 مايو في عنابة. دي الملاعب اللي تم اعتمادها في الجزائر. معلوماتي ان شباب بولوزداد دايما بيلعب في وهران، الملعب الأولمبي في وهران ده لسه ملعب جديد تم يعني صيانة وتحديثه قبل أمم إفريقيا للمحليين اللي استضافتها الجزائر. فالأهلي هيلعب مع شباب بولوزداد غالبا بنسبة كبيرة في وهران، ولكن دي الملاعب اللي تم اعتمادها في الجزائر. طيب الجزئية الثانية، ده ملعب فريق شباب بولوزداد. طيب الفريق الآخر الأهلي معاه يانج أفريكانز التنزاني. الاتحاد الإفريقي لما راح لملاعب تنزانيا سواء سيمبا اللي بيلعب في مجموعة الوداد أو يانج أفريكانز اللي بيلعب في مجموعة الأهلي ما عندهمش غير ملعب واحد بس، هو ملعب بنجامين مكابا، الملعب الوطني في دار السلام. ده الملعب اللي هيحتضن مباريات يانج أفريكانز وسيمبا كذلك في دوري أبطال إفريقيا. وعلى فكرة ده الملعب اللي الأهلي هيلعب عليه لقاء الافتتاح يوم الجمعة بعد القادم بإذن الله، إن شاء الله هيكون نفس الملعب اللي هيلعب عليه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا مع يانج أفريكانز. قدامكم على الشاشة طبعا صورة استاد القاهرة الدولي. الاستاد أكيد هيكون موجود في لقاءات السوبر ليج، هيكون هو الملعب الرئيسي للأهلي في الدوري الإفريقي، وفي نفس الوقت هيكون هو الملعب الرئيسي للأهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا بعد اعتماد قائمة الملاعب. طيب ده بالنسبة لشباب بولوزداد وبالنسبة ليانج أفريكانز. طيب ميدياما الغاني ملعبه اللي هو بناه خصيصا لمبارياته لسه مش جاهز وما تمش اعتماده، ولكن في الأدوار التمهيدية كان بيلعب في مدينة كاب كوست الغانية. هل يستمر على نفس الملعب ولا ممكن يلعب في ملعب آخر؟ لما بصيت على قائمة الملاعب لقيت فريق ميدياما الغاني تم منحه ملعب إضافي في كوماسي. كنا عارفين مدينة كوماسي الغانية، منتخبنا الوطني راح لعب كتير في ملعب بابايارا في كوماسي، تم اعتماد الملعب ده مع ملعب كاب كوست في غانا، وبالتالي فريق ميدياما يا إما يلعب في كوماسي يا إما يلعب في كاب كوست، وده هيتحدد خلال الفترة اللي جاية. ولكن الفريق الغاني لو هيلعب في ملعبه الرئيسي كاب كوست خلاص ده أوكي معتمد، لو عايز يغير ويلعب في كوماسي لازم يبعت قبل ميعاد مباراته مع الأهلي ب3 أسابيع ويختر الاتحاد الإفريقي إنه يلعب في كوماسي، وبعدها الاتحاد الإفريقي يعتمد هذه الموافقة وبالتالي تتنقل المباراة من كاب كوست إلى كوماسي. دي الأمور المتعلقة بملاعب دوري أبطال إفريقيا بعد اعتمادها رسميا اليوم من الاتحاد الإفريقي.